الختام عندي كلام. احنا نعيش بنظام ديمقراطي، وهذا النظام لازم به مقومات أساسية حتى يكون بهذا الشكل من الحكم المتقدم بالعالم. ومن هاي المقومات أولا أن يعيش الشعب بنعيم ويستمتع بأمواله، وما تكون الأموال مخصصة للمسؤولين فقط على حساب الشعب. زين هسه احنا من اللي جاي ينعم بالأموال؟ ما تفهمون الخاطر، الله منو جاي ينعم بالأموال؟ المسؤول لو المواطن. ثانيا يضمن هذا النظام حرية الحديث عن أي شيء، وإحنا الحقيقة عندنا حرية، لكن نتائجها ما تفوت بسلام على هذا المواطن. ثالثا لازم الشعب مقتنع بهذا النظام من خلال قناعته بالمساهمة الواسعة بالانتخابات، وإحنا المساهمة بانتخاباتنا ما تتجاوز 30%، ومثل ما شاهدنا كلنا بالانتخابات اللي فاتت. زين وين ملامح النظام الديمقراطي؟ إذا إحنا بلد غني ونعيش بعوز وحاجة، والمسؤول يعيش بنعيم، والحديث عن همومنا ومشاكلنا والله العظيم كشعب مظلوم تكلفنا حياتنا في بعض الأحيان. بالانتخابات الناس معظمها لا تؤمن بها ولا تذهب تنتخب. إذن إحنا نعيش بأكذوبة سياسية، لأن النظام شيء والواقع شيء ثاني. أتمنى من بعض السياسيين والمسؤولين أن يصححوا عملهم لإنقاذ النظام السياسي. تصبحون على وطن آمن. في أمان الله.